جينا بقى للبلاي ستيشن، والنهارده الابهات قرروا ان هم هيلعبوا سباق عربيات. هنشوف مين اللي هيسبق الاول، وهنشوف مين هيشجع بابا اكتر. ايوه جاهزين؟ بابا بيقول يا رب بابا يخسر. مش عارفه ايه الموضوع ده، الموضوع ده تعبني جدا فعلا. ايه الحوار ده؟ ما اعرفش، هو عنده حاجه دايما لما انا بلعب اي لعبه بحس ان هو بيشجع اللي بيلعبني. ليه؟ لا مش عارف صراحه يعني. طب عايزين نقعد نشوف الموضوع ده مع بعض. هنشجع بابا النهارده بقى، ماشي؟ ان شاء الله خير. يلا بينا، ريدي ستيدي اند جو. ده سباق محترفين ده. ده بجد. هو مين الحمراء ومين الصفراء ده؟ انا الاصفر وهو هو الريد. انت في صمت انت يا استاذ ياسر. ده ثبات انفعالي، ده تركيز رهيب. بقى في العاشر. ايه ده؟ لا ده فرق سبعة بينكم. طب ما ايه، نركز بقى ولا ايه؟ طب ايه يا سيادة القبطان؟ احنا فين السواقة؟ ايه يا سيادة القبطان؟ ما برضو يا جماعة المراكب رايقة. انا اللي اتشقلبت ده. مين اتشقلب؟ ايه ده، والله برافو. مركز التسعة ومركز ال11 هتجيبه. يلا يا سيادة القبطان. ايوه في العاشر. السابع والعاشر. السابع والعاشر. يلا يا سيادة القبطان شد حيلك. بقى في السادس يا سيادة القبطان. الله الله الله، برافو، حلو ده. انرجي بوست. بقى في الثامن. فرق عربيتين، فرق عربيتين يا جماعة، فرق عربيتين. هيجيبك سابع رابع. لا ده مفيش، ده استاذ ياسر. ايه خالص كده يعني. انت بتسوق كده في الحقيقة؟ يعني مراتي بتقول بيسوق كده في الحقيقة؟ بجد؟ يا نهار ابيض. لا بس ايه قواعد السلامه ايه؟ لا دايما اهم حاجه الحذاء. دي اهم حاجه طبعا. ده في المركز الثاني وشكله هيعملها يا رجاله، وهنقول والله وعملوها الرجاله. سياده القبطان مش هينفع كده. لا هو يعني مش هينفع سياده القبطان كده. انا عارفه ان المراكب اهدى. كسب 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 يا جماعه. المركز الثاني وفرق ثلاث عربيات ما بينهم. برافو جدا جدا جدا. نشوف بقى بعد لما الابهات خلاص بقى استاذ ياسر كسب، هنشوف مين من الامهات هيعمل ايه في كونكت 4.